بسم الله. قال غالب وصقري الهاجس على الله توكل، وابتدي القول بسم الله عليه التوكل. وانت يا مرسلي جهز متاعك وعجل، سلم من ارض بلشتر تحيه ومرسال، سلمه بن عوض وانقال ثابت تفضل، لا تردد خذ حق الضيافه من الخال. هاي واساله كيف شاعنا الغدير المبجل، كيف حاله وكيف اهله وربعه والاطفال، ونسال كيف حالك او على احوالنا، قل نحمد الله يا ثابت على كل الاحوال، لا وهن عظم يا ثابت ولا عزمنا اقل، فضل من دي عجز تحصين عيمه ولا فضل ولا فضال، بعدها تخبره وتنشده دون تخجل، ايش وجهه نظر بن عوض من خطف عشال، قل هن تهلسان الشعب والشعب يسال، ما ورى الصمت يا صوت الرعيه ولا لبتال، هالكبر بن عوض ما له درى ايش يحصل، او معه دعم لوجستي محلي وبعقال، او معه دعم لوجستي محلي وبعقال، عاتبه يا رسولي وانتبه لا تثقل، وعلمنا الرجل من حيث ما كان يكتال، وقل لثابت عوض بو صغر ينوي واجل منتظر لك، ولكن خاب ظنه ولا أمال، منتظر طلة العملاق ثابت ولا طلة قصايد سمعنا له، ولا نزل مقال، كنت متوقع انه اول الناس يزعل ان ثابت عوض ما تعجبه سوء الافعال، بعدها قل لثابت انت هالشخص الافضل، عند ابين وعند اسود ابين والاشبال، في قضية علي عشال انت موكل، يا جمل هيج عمره مشتكى جور الافقال لحمال، يا جمل هيج عمره مشتكى ثغل لحمال، انت اقرب عليهم مننا، وانت اسال هل قتلوا علي ولا علي حي، لا زال لو علي حي هذا ما نريده، ونامل ما نباشي سوى تحرير قيده والاغلال، وان اخونا قتل جوبه وقريمه مكبل، وتركوا العدل يتعامل مع شخص قتال، شخص قتال جيت بالسلم، وش العدل ينصف ويعدل، ما وانت اشهد بان بين الى السلم ميال، ما نباشي نساء واطفال تهلك وتقتل، ما نبالي بريال تدفع فواتير الاندال، جيت سلميه مخضع لحد او توسل، كيف مخضع وجنب اسود والمار ووعال، وان بالسلم ماشي بال للمشكله حل تحت اقدامهم بنزلزل الارض، زلزال بانخذ حقنا بالقصب، لا ما تسهل وعد والوعد توفيبه صناديد وابطال، بانخذ حقنا والحر لو قال يفعل، لو ورا المقطري زايد ومليون شلال، قبل من هي قوات الفصل هذا وقفت الخل، نرجع معك بالذاكرة عشرها أحوال، خل نرجع معك بالذاكرة عشرها أحوال، عاد ردك على بدع القطنة مسجل ما نسيته ولا بنس القطنة، وما قال قلت أبين ويافع ذال هذا مكمل دمهم دم واحد، قلت وإخوان لرجال لو تربين ويافع عظم من دون مفصل، خل نسمع تقاريدك على كل جوال هذا خرج فصل والثاني براسي مسجل، واذكر الله يا ثابت وبيجيك فالحال، واستمع لي واستمع لي وحذرك لا تعلق وتفصل، خل عقلك معي والسمع خليه شقال، نلفت اخو محمد حاضري مثل اول، وامتلك قلب ما يحمل من الحقد مثقال، من اتى مشي يا ثابت اتيته مهرول، واحتضنته وزدته شكر مني واجلال، رغي صح انا وحدوي وانت انتقالي، ويعمل كل واحد لصالح من القلب، نيال الاختلاف السياسي والمبادئ لها حل، واختلافاتنا الاخرى لها الف حلال، خلنا في عدن وانظر معي ايش يحصل، امرها ما يبى منا تقاعس والاهمال، خلنا نعتني بالجسم من قبل يشتل، طز في الفائده واحفظ لنا رؤوس الاموال، وانت اسمع كلامي ونصحتك تقبل، قبل تبكي على انقاض المعالم والاضلال، قبل تبكي على انقام قبل تبكي على انقاض المعالم والاضلال، من لعب الحجر والبيض جهل، واخبل والمخابيل ما تخشى العواقب والاهوال، قربله قربله يا ابو سليمان، قربل القيادات من حولك بحاجه لغربال، القياده تريد انسان كامل مكمل واكتمال، الرجل ما هو معوز وسر سروال وما هو معوز وسروال، بدل الراس يا ثابت بسرعه، وبدل كل عضو من الاعضاء بحاجه لبدال، كل عضو من الاعضاء بحاجه بدال، في مقدم رفاقك لا تثق او تامل، واسمع النصح دور لك على غير رجال، شخص مصروع يا ثابت عليكم توكل، وانت انظر نتائج فعلته والتوكال، بلطجه عرفده فوضه ومن شلله شل، لا قضيته على السعره ولا الشارد الضال، امسك الحاسبه واحسب حسابك وجمل، كم في البيت ركنتوا كوادر وعقال، ترتقي الناس وانتوا كل يوم انزل انزل، والسبب يوم سلمت القياده لجهال، لا هنا البدع وش رد واضح مفصل، بمنحك شهر ولك مغدره رد بالحال، وانت جاهز كبره او عليه تدلل، انقضى العمر مش لايق عليك تدلل. سلام سلام سلام.